السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الموقع ده ميزته في ايه؟ ميزته ان هو توصل بشات جي بي تي وتقدر تربطه بالموقع بتاعك. بمعنى ايه؟ معنى ان انت تعمل بوت او برنامج صغير يرد على اسئلة الزباين او الكاستمر او العملاء بتوعك من خلال المعلومات اللي انت هتديها له. يعني عندك مثلا ملف فيه كل المعلومات عن الشركة، تروح رافع له الملف دوت، واي حد يسأله مش هيجاوب من على النت او يجاوب من اي مكان غير من الملف اللي انت هترفعه له، وهيطور نفسه بنفسه. كل شويه مثلا ايه، في سؤال هو معرفوش فيقول لك عليه فتجاوبه، فيحفظه عنده في الذاكره ويبدا يجاوبه. فده هيبقى احسن مساعد يرد على الرسائل وعلى الاسئله بتاعت العملاء بتاعتك. فكده انت بتعمل بوت متخصص بالملفات والنصوص والحاجات الخاصه بيه بحيث ان هو يجاوب من خلالها.